بيسعدني ان يكون ضيفي في الفقره دي واحد من اللعيبه اللي حفروا اسمهم في الدوري الممتاز بشكل غريب جدا. اولا لعب دوري ممتاز عنده 30 سنه يعني كبير. ثانيا كسبان هداف دوري ممتاز مرتين، مره منهم 20 جول، يعني عشان توصل ل 20 جول دي لازم تبقى يعني بتلعب اهلي او زمالك، ده وصل 20 جول من الداخليه. بعدين خد هداف تاني مع سموحه 17 جول، وتالت اسرع واسرع هدف في الموسم ده 11 بعد 11 ثانيه، ودخل المنتخب وراح الزمالك وراح المقاولين وراح الداخليه تاني والاتحاد السكندري وطلع الجيش، انا عمال ابص والترسانه، والوقت بيلعب في بايونيرز كابتن حسام باولو. كابتن حسام مساء الفل. تحياتي ليك كابتن محمد، ويا رب يكون حلقه خفيفه على ضيوفنا ان شاء الله. اولا الناس فاكراك كويس جدا لان انت كنت هداف دوري بس انت ليك تجربه غريبه جدا، انت لعبت دوري ممتاز 30 سنه. مظبوط. وبعدين عايز اقول لك حاجه، يعني اعذرني في معلوماتي، انا كنت فاكرك بطلت. لا لا الاعداد قالوا لي كمان انك راجع الدوري في يناير احتمال. ان شاء الله فعلا ان شاء الله باذن الله. يعني انا الاول بحب اشكر الحاج محمد عطيه والكابتن سيد مرعي اللي هو رجعوا حسام باولو تاني، والكابتن مصطفى مرعي والجهاز الفني واللعيبه رجعوني تاني. انا كنت يعني الناس كانت بقالها سنتين ما يسمعوش عني اي حاجه. انا كنت جيش وبعد كده ترسانه، السنتين دول يعني بعدت شويه على الصوره، يعني بعدت خالص، ما كانش موجود اصلا حسام باولو على الساحه. فبحمد ربنا واشتغلت وكنت هداف الممتاز به، اشتغلت واجتهدت تاني، والكابتن مصطفى مرعي رجعني تاني، بقيت هداف ثلاث مجاميع 6 اهداف. فالحمد لله يعني بشكره. كام اللي وراك كام هدف؟ 5 و3 و2 يعني. انت 6 جوال 6 اهداف اهو. تمام. فالحمد لله بشكرهم لان هم وقفوا جنبي ورجعوني تاني. انا رحت لهم قبل الماتش الاولاني بيومين ثلاثه. فالكابتن مصطفى مرعي بصراحه قعد معايا قال لي انا محتاجك في اول ماتش وبتاع. ف نفسيا لازم نكون لعيب الكوره، لازم نكون نفسيا مؤهل مرتاح 100%. وطالما لعيب الكوره نفسيا مرتاح هينزل يكسر الدنيا. طب كابتن حسام انا بسالك، بقول لك انت بقيت كام سنه دلوقتي؟ قلت لي 25. 25 في الملعب، ماليش دعوه بره الملعب. انت فعلا 39 سنه؟ 39 وعندك شهوه الكوره واحساس انك لسه هتبدي؟ انا اصلا يعني لو جيت لعبت في الدوري الممتاز، ربنا كرمني في وقت قليل جدا، ما لعبتش كتير، بس ربنا كرمني. لو كنت بلعب من صغري في الدوري الممتاز ممكن ما كنتش حققت اللي انا حققته ده. فانا يعني مثلا 10 سنين لعبتهم دوري ممتاز ما لعبتش نصهم، بس ربنا كرمني واخد هداف دوري سنتين ورا بعض، اسرع هدف رايح منتخب مصر، واخد ثالث دوري، واخد بطوله السوبر مع نادي الزمالك. فالحاجات ديت لو قعدت احسبها 100,000 مره اكيد ربنا له حكمه اني حقق لي حاجات ما كنتش احلم بيها. طب وانت صغير يعني من العشرينات بقى، انت بدات دوري ممتاز 30 سنه، فانت قضيت عمرك كله تقريبا في العشرينات في الـ في الـ في الدرجه الثانيه، مش كده؟ انا لو حكيت لحضرتك قصه طويله تحت كده موضوع، يعني الواحد عانى 30 سنه، الواحد كان بيعاني بقى ممتاز به لثالثه لكره طايره. بجد كره طايره؟ لعبت سنتين فتوخ والله. دي بالعكس توخ اليوب؟ لا فتوخ، التوخ اللي هي اليوبيه. اليوبيه اصل في توخ ده اهليه. لا توخ اليوبيه، انا من اليوبيه اصلا. تمام. ف اللعبه ديت فادتني حاجات كتيره جدا. الجنبات، انا كنت قصير اصلا، فلان احنا كنا الطايره ديت انت بتلعب على الشبكه فاكيد لازم يكون عندك جنب. طبعا. انت لعبت طايره وانت عندك كام سنه؟ لعبت طايره قبل ما العب دوري ممتاز مثلا في ايه ده، يعني وانت بتلعب كوره وطايره في نفس الوقت؟ انا في توخ لعبت طايره وكوره في نفس الوقت، كنت اخلص ماتش. طب ايه اللي حدفك على الطايره دي غريبه؟ ما ديت انا اتربيت انا في مركز شباب صنافير عندنا. لعبت كل اللعب. اي لعبه حضرتك تخيلها لعبتها. والله كان طبعا انت عارف دوري مراكز الشباب. مثلا كنا احنا بقى 24 ساعه في مركز شباب. ما ورناش حاجه غير كل اللعبات. ازاي لعبت يعني؟ يد، لعبت سله، لعبت طايره، لعبت سله، لعبت كوره، لعبت خماسي، اي لعبه حضرتك تخيلها. لعبت فرق النادي. ما هو دوري مركز الشباب ده الاعضاء بيبقى مثلا في بطوله مثلا. يعني انت بتفهم في السله؟ كل لعبه لعبتها. كنت تلعب ايه في السله؟ كان مركزك ايه؟ كنت بلعب على الباسكت. بيفوت يعني اللي هو في القلب؟ اللي هو صانع الالعاب كده. بلاي ميكر؟ يا راجل. والله لعبت كل لعبه. وتعرف السلم والدريبل والكلام ده كل ده حاليا دلوقتي. اي لعبه تقول لي العبها العبها.